من مؤسسة إبراهيم المولى اسمه عمران على اليوتيوب وعلى المباشر. يلا 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 اتفقنا على الموعد نفطر سواء بالنادي على النادي يلا والاتفقنا هلا هلا اتفقنا على الموعد نفطر سواء بالنادي بعد بعد أبطل أول وخذت سيارة خصوصي وعفت المارة ولادي الله 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 ولو اتفقنا على الموعد ونفطر سوى ذا النادي ولو خذت سيارة خصوصي وعفت المارة ولادي ولدق الهاتف نص الليل وقف عقلي وانجنيت مسكين ولدق الهاتف نص الليل وقف عقلي وانجنيت ولو قلت لبني رد انت قول مو يا مو بالبيت الله الله بعد يلا يلا عاشوا شباب اول طبعي جمرة بعيوني لمن تعنوني بالي اشلون العين تنام الليل وانا مفارج غوالي والدمع كمرة في عيوني يوم تعنوني بالي اشلون العين تنام الليل وانا فارج غوالي رحت عائشة الكراد الكراد والوضعك والقلوب حزنان كذب يضحك سني والوضحك والقلوب حزنان كذب يضحك سني وسود الليالي عقبك مر الكساسي قدي اول سود الليالي عقبك مر الكساسي قدي اول دمعي 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 جرى في عيوني واللون تعنوني ببالي اشلون العين تنام الليل واني فارج غوالي روح بيها شيره عن بعد مؤسسة ابراهيم المولى يا حبيبي يلا على اليوتيوب المباشر سيد بلش ناموت لولا تلبك سيارة وجملة البيوت ولو يدعي 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 علي السيد بلش ناموت لولا تلبك سيارة بجملة البيوت بعد بعد يا حبيب يا شيره واليوم ما شفت عائشة أني راح أموت ردوني على المقبرة بحي المامون بعد بعد واليوم ما شفت عائشة أني راح أموت ردوني على المقبرة وحالي تلفان يلا بعد بعد فصل العائشة بالله وقصوا طولين هالطب بعد بعد ولدنا الخامة بالعربين ابن الخامة زين فصل العائشة الحلوة وقصوا طولين هالطب بعد بعد
اسود لون العينين هذه عائشة بالله ضابط أركان هبطوا بعد بعد والولايد عليها الاسود لون العينين هذه عائشة الكردية ضابط أركان بعد بعد والكل الهلا بحبيب الجائن زعلان يا بشرح للتنور ولبس الفستان وحدع للكراد الكراد روح بيها شيره يلا يلا يلا